صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو النهارده. انا محمد مدحت وده فيديو جديد على القناه. الفيديو بتاع النهارده جايب لكم تشكيله عربيات حلوه قوي 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 على كيف كيفكم، تكمله للعربيات بتاعه العيد او الفيديوهات اللي نزلت بعد العيد. باذن الله هحاول على قد ما اقدر ان انا احاول انزل الفيديو كل يومين او كل 3 ايام بحد اقصى. فاتمنى من اي حد بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش ينزل حالا يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. واتمنى يا جماعه من اي حد بيتفرج على الفيديو ده لو حابين تتواصلوا معايا تقدروا تكلموني على الارقام اللي بسيبها تحت في اول كومنت او في صندوق الوصف، سواء واتساب او هاتفيا. ولو انت في محيط المهندسين تقدر تبعت لنا بس على الواتساب على اي رقم من الارقام اللي تحت كلمه لوكيشن، ونبعت لك اللوكيشن تيجي تنورنا في المكان افضل ونشرب كوبايه قهوه مع بعض، احسن من مكالمه التليفون بكتير، وانا بكون مبسوط جدا لما بقعد مع حد فيكم. طلب اخير بس رجاء من اخوكم، يا ريت توروني جدعنتكم، كل واحد ينزل يعمل حالا يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات عشان عايزين نوصل ل 10,000 مشترك في اسرع وقت باذن الله. يلا بينا نبدا الفيديو. ايه ده؟ جرانتا 2016، عربية من العربيات المهدورة قوي، المهدور حقها جدا، بس فعلا هي عربية جميلة جدا يعني. على المستوى الشخصي انا بحبها قوي، هي كركوبة وصغيرة كده بس طلقة. استهلاكها البنزين قليل جدا. انا كنت عملت فيديو قبل كده من فتره طويله على القناه من حوالي 8 او 9 شهور او يعني ما يعني فيما يقارب سنه تقريبا، عملت فيديو عن في مقارنه ما بين كل العربيات اللي تنفع تشتغل بيها الاوبر وكريم او كده، او تقريبا الفيديو اللي هو بتاع الفئه السعريه من 100 او ل 150 الف حاجه كده. كان في العربيات اللي في الحدود السعر بتاع اللدى وكده، دي كانت من اكتر العربيات اللي كان استهلاكها البنزين كويس وصيانتها سهله. العربيه دي نقدر ندفع منها مقدم 50,000 جنيه ونص الباقي لحد 50 شهر بصوره البطاقه واتنين ضامن استلام فوري بدون اي اجراءات بنكيه وبدون اي حاجه. دي حاله العربيه من جوه، دي حاله العربيه من جوه، حالتها نظيفة جدا. طبعا برضو الفيمية ده مظبوط على الرخصة، هي بتنزل بفيمية اصلا. العربية عايزة غسلة حلوة بس من جوه وتبقى عروسة. حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص العربية دي تقدروا تكلموني على رقمي او ارقامي اللي انا بسيبها لكم تحت او في صندوق الوصف او في اول كومنت، او تبعتولي بس كلمة لوكيشن على الواتساب وانا هبعت لكم اللوكيشن على طول. خلونا نشوف في ايه بعديها. العربية اللي بعديها معانا هي هيونداي فيرنا 2016. العربية دي فابريكا بالكامل اوتوماتيك، ركب لها طبعا طقم شنط. رايق عليها قوي بصراحه، عربيه حالتها نظيفه جدا جدا. الناس اللي كانت بتدور على عربيات هيونداي او فيرنا عموما بس ما كانش عاجبها العربيات المانيوال، اوتوماتيك اهي. العربيه دي نقدر ندفع منها مقدم من اول 70,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصوره البطاقه واتنين ضامن استلام فوري. حضرتك بتيجي تشرفني المعرض، تكشف على عربيتك، تطلع تدفع المقدم وتمضي وتنزل تستلم في نفس اللحظه بدون اجراءات بنكيه وبدون اي استعلامات وبدون اي حاجه. وعندي برضو اكتر من نظام تقسيط تاني، سواء باستعلام او بنوك او شركات او انظمه تانيه مباشره، في اكتر من نظام يعني. لو حابين تستفسروا عن الانظمه دي او عن قسط العربيه تقدروا تكلموني على رقمي اللي هو على الارقام اللي انا بسيبها تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت. تقدروا تستفسروا من خلالها. دي حالة العربية من جوه. يا ريت يا جماعة يعني ده بقى رجاء بعد إذنكم، يعني
اي حد بيتفرج على الفيديو يعمل اشتراك، بس انزل لحظة واحدة او ثانية واحدة بس، مش هتخسرك اي حاجة بس هتفيدني انا كتير. انا محتاج دعمكم جدا الفترة دي. طبعا في مين مظبوط على الرخصة؟ دي حالة العربية من جوه. الناس اللي عايزة عربيات شغل، عربيات اعتمادية، بس كده خلونا نشوف ايه اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا يا جيلي ماجراندا 2015. عربية نظيفة جدا، الناس اللي عايزة تجيب عربيات لأكل العيش. العربية دي مكنة وفتيس وعفشة ممتازين. دي نقدر ندفع فيها مقدم من أول 45,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن واستلام فوري. تيجي تشرفني تفحص عربيتك، عربية تمام، تدفع مقدمك وتمضي وتستلم وتتوكل على الله. الموضوع كله على بعضه مبياخدش ساعتين زمن، وبتكون مروح بعربيتك. دي حالة العربية من بره. طبعا لو حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص انظمة التقسيط تقدروا تكلموني على رقمي اللي هو بس بقولكم تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت. وبرضو تقدروا ان انتوا تبعتوا لي كلمة لوكيشن على الواتساب لو حضراتكم قريبين من مكان المهندسين او احد قرايبي. تقدروا تبعتولي بس كلمة لوكيشن على الواتساب وتشرفوني في المعرض، أفضل بكتير طبعا من الموضوع إن احنا نتكلم في التليفون أو كده. ساعتها أقدر أقول لكم كل التفاصيل. خلونا نشوف العربية من جوه ونرجع تاني. دي الجيلي الإيماجراند 2015 من جوه. حالة العربية كويسة جدا طبعا زي ما انتوا شايفين كده. عربية دور وامشي اشتغل على طول لو انت جايبها لشغل او لاكل عيش. العربية دي نقدر ان احنا ندفع منها مقدم 45,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن بنظام التسليم الفوري. تقسيط مباشر طبعا. يا ريت يا جماعة اي حد بيتفرج على الفيديو ده قدروا المجهود اللي بيتبذل فيه والسهر على المونتاج، وادوني يعني بس حتة جدعانة كده. عايزين نوصل ل10,000 مشترك في اسرع وقت. اي حد بيتفرج على الفيديو ده يبدا بنفسه بس ويدوس كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو وبس كده. خلينا نروح للنهايه. العربيه الاخيره معانا هيونداي فيرنا 2010. العربيه دي فابريكه بالكامل، معمول لها بس رش مط كده وقابل للازاله، مش رش دايم يعني، اظن واضح يعني. دي في حتت متقشره كده، هو ده الفابريكه بتاع العربيه. العربيه كلها فابريكه بس واخد الوش اللي هو المط ده. دي نقدر ندفع فيها مقدم من اول 50,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن. وفي برضه اكتر من عربية، في عربيات تانية كتير. الحمد لله احنا بعد العيد جبنا ستوك كويس جدا، اظن يعني هينول اعجاب ناس كتير وبيلبي كل الطبقات والرغبات. شكل العربية أظن لايق جدا جدا يعني. لو حابين تستفسروا عن أي حاجة بخصوص العربية دي عن أنظمة التقسيط تقدروا تكلمونا على الأرقام اللي موجودة تحت في صندوق الوصف أو في أول كومنت. بكرر تاني، هتلاقوا أرقام تحت في أول كومنت وفي صندوق الوصف تقدروا تتواصلوا معانا من خلالهم. والارقام دي لو انتم موجودين في نطاق المهندسين تقدروا تبعتوا لنا بس كلمه لوكيشن على الواتساب، انا ابعت لكم اللوكيشن على طول بحيث ان حضراتكم تيجوا تشرفونا في المعرض، نقعد مع بعض ونشرب كوبايه قهوه، يبقى افضل بكتير طبعا من التليفون. اما لو مفيش امكانيه فنقدر ان احنا نتكلم في التليفون عادي واشرح لك انظمه التقسيط. دي حاله العربيه من جوه.
عربية ما فيهاش اي كومنتات اطلاقا. دي حالة العربية. يا ريت اي حد بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش يعمل لي اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات، عشان عايزين عيلتنا توصل ل10,000 مشترك في اسرع وقت باذن الله، عشان في جيف اويز وفي مسابقات حلوة قوي هنعملها اول ما نوصل ل10,000 مشترك. وبس كده، يلا بينا نروح للنهاية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، واحب اشكر اي حد وصل النقطة دي من الفيديو. انت فعلا شخص عزيز على قلبي قوي انك استحملتني لحد اخر لقطة، فاتمنى من كل حد وصل النقطة دي، يعني لو انت مش عامل اشتراك انزل حالا نعمل اشتراك للقناة وفعل زر التنبيهات. تنسوش مواعيد العمل من الساعة 12 للساعة 12 بالليل. دمتم دايما سالمين، واشوفكم الفيديو الجاي.